اهلا بيكم. احنا دلوقتي وصلنا لمرحله نتكلم فيها عن المونيتورنج اند كنترول. والحقيقه انا قلت لكم ان المونيتورنج اند كنترول ده اقل حاجه هتكلم فيها لطبيعه الحال ان الموضوع بتاع المونيتورنج اند كنترول اولا مش تخصصي باي ذا واي، من اقل الحاجات اللي انا شخصيا درست فيها، زائد انه بيبقى فيري سبيسيفيك لنوع المشروع اللي انت بتشتغل فيه. لكن مع ذلك ده ما يمنعش ان احنا ممكن نبص على الرسمة اللي وعدتكم انكم هتشوفوها من البنبوك، وهي السكيماتيك بتاع البروسيس بتاعة المونيتورينج اند كنترول. انا مش هكلمك عن اي حاجة في الرسمة دي، مش هكلمك عن اي حاجة في تفاصيل الرسمة دي، ويمكن شكلها يخط، لكن believe it or not انت ان شاء الله بعد ما لو عجبك البروجكت مانجمنت طبعا ولو ابتديت تتعلم بقى كل الفروع بتاعت البروجكت مانجمنت، مع كل فرع منهم هتتعلم ازاي تقرا السكيماتكس بتاعت البنبوك او السكيماتكس اللي في البنبوك الخاصه بالفرع ده، اللي هم هنتكلم ان شاء الله في النولج ارياز بتاعت البروجكت مانجمنت. لكن المهم ان انت هتلاقي سكيماتكس بالشكل ده. بيزيكلي السكيماتيك اللي انت شفته ده هو رجولك تاني، كل اللي بيوصفه هو ايه العمليات اللي بتتم وايه صلة كل واحدة منهم بالتانية، والدوكيومنتيشن بتاع اللي بيحصل هيمشي ازاي من جزء لجزء او من ادارة لادارة او من مكتب لمكتب من جوه المشروع. يعني من الاخر الرسمة بتوضح البيروقراسي بتاعة البروجكت مانجمنت. كلمة بيروقراسي هنا مش مقصود بيها سلبية خالص، كلمة بيروقراسي للأسف انها بتتاخد بالمعنى السلبي، لكن فكرة اللي هو نظام العمل. اوكي، نظام العمل داخل المشروع بيتم ازاي. يبقى المونيتورنج اند كنترول ده بيتم بشكل مستمر، الكواليتي كنترول بيتم بشكل مستمر، والاثنين من غيرهم مش ممكن المشروع يمشي باي حال من الاحوال. المهم خلصنا البروجكت سوري المونيتورنج اند كنترول، نطلع بقى ونتكلم على الكلوزنج. نروح نتكلم في الكلوزنج شويه، يمكن يعني نقعد ده بقى هنطول فيه اكتر لان عايز احكي لكم فيه على شويه حاجات، فارجو ان انت ما تكونش زهقت بقى وتيجي تكمل معانا اخر فيز في اللايف سايكل بتاعه المشروع اللي هي الفيز بتاعه الكلوزنج. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.